السر والجهر كي تحيا سعيدا في الحياة وفي القبر ولا تستعين بالغير الغير منة وكل سيغنى وابقى أولاد العشر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ذكر الله ما أحلى وشاهد جنان الخلد قبل دخولها وروضتها الأنوار في حضرة الذكر وشمر على الأغيار وانهض إلى العلا وأضلع على البيداء تهتز